السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام في تلك المدينة ترقد أحلام الصغيرات في سلام ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يثبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدا في المنى بشاب اسمه نيل وهو بيترجى شخص اسمه لارك في الحانه بتاعته انه يسمح له يقابل حد معين لانه محتاج يعرف اجابات اسئله محيراه لكنه بيرفض وبيقول له يمشي لانه لو عمل كده هيأذي نفسه وبيروح بعدها يسجل فيديو للشخص اللي هيورث الحانه بعده وبيقول ان في سيده اسمها بجهيد موجوده في قبو الحانه بتاعته وبيكلف الوارث بانه يمنعها من انها تخرج للعالم الخارجي ايا كان الثمن لانها بتمثل خطر على المجتمع وبيختم كلامه بانه لو بيتفرج على الفيديو ده دلوقتي فمعنى كده انه توفى وبعد كده بنشوف بجهيد بتحط ايديها اللي بيكون شكلها مخيف على وشه وبتولع فيه وتاني يوم بنشوف لاريس بنته اللي بتكون في دوله تانيه وهي بتقتحم شقه حبيبها اللي طردها مع كاتي صديقتها علشان تاخد هدومها من هناك وبعد ما بيخرجوا بيجي لها اتصال بان والدها توفى ولازم تيجي للمستشفى علشان تتعرف على جثته وبنفهم من كلامها مع كاتي انه كان في مشكله بينها هي ووالدها وما تعرفش اي حاجه عنه ولما بترجع لدولتها تاني يوم وبتشوف جثته والدها بتتعرف عليه على الرغم من انه جثته بتكون مشوهه جدا ولما بتخرج من المستشفى المحامي بتاعه بيقابلها وبعد ما بيعرفها على نفسه بياخدها للحانه بتاعه والدها وهناك بيقول لها انها اول ما تعمل له توكيل هيبيعها وهينقل كل الفلوس لحسابها ولما بتدخل تتعرف على المكان بتلاحظ ان الحانه فيها اوضه والدها كان عايش فيها ولما بتدخلها بتشوفه مجمع هدومه في شنطه سفر ولما بتسال المحامي لو كان هيسافر لمكان قبل وفاته بيقول لها انه ما يعرفش حاجه لكنهم لازم يتفقوا على كل حاجة النهاردة ولما بتعترض وبتقول إنها لسه هتفكر وما عندهاش نية للبيع بيطلب منها تفكر كويس وبيسيبها وبيمشي وبالليل بنشوفها وهي بتتكلم مع كاتي في التليفون وبتقول لها إنها مش عارفة توقف تفكير في شكل جثة والدها فبتقترح عليها تفتكر ذكرياتهم الجميلة مع بعض وهي هتنسى وبتعرفها إنها حجزت تذكرة وهتجيلها في أسرع وقت وبتأكد عليها قبل ما تقفل المكالمة ما تتصرفش في أي حاجة من ممتلكات والدها غير لما تيجي لأن المحامي ممكن ينصب عليها ولما لارس بتنام بتصحى على صوت المنبه وبتسمع في الوقت ده صوت تحت ولما بتنزل لهناك بتعرف ان الصوت خارج من القبو ولما بتحاول تفتحه وبتلاحظ خيال لحد عدى من وراها وعلشان كده بتتجاهل القبو وبتروح تشوف مين واول ما بتخرج بتشوف نيل واقف بره فبتخاف لانها ما تعرفوش ولما بيلاحظ خوفها بيعتذر وبيقول لها انه ما كانش قاصد يسبب لها ازعاج وبيديها 2000 دولار وبيقول لها انه محتاج يتكلم مع بجهيد الموجوده في القبو لانه عاوز يتكلم مع زوجته المتوفيه ولانها ما بتكونش عارفه هو بيتكلم عن ايه بتفتكره مجنون وبتطلب منه يمشي بدل ما تبلغ الشرطه لكن بعد ما بيضاعف لها المبلغ بتوافق انه يدخل للقابو بشرط ان ده يكون تاني يوم لانها النهارده ما معهاش مفتاح وكمان يضاعف المبلغ اربع اضعاف وتاني يوم لما بتبلغ المحامي بانها خلاص مش هتبيع بينقل لها الملكيه وبيدي لها التسجيل اللي والدها سجله قبل ما يمشي ولما كاتب توصل وبتعرف باللي نيل قالهولها بتنصحها ما تعملش كده لكنها بتفضل مصممه على قرارها وبتقول لها إنه دفع لها اربع اضعاف ولسه هيديها اربعه كمان ده غير ان في ناس غيره هييجوا وهيدفعوا فلوس اكتر لمجرد انهم يدخلوا للقبو وبيوصل نيل في الوقت ده وبينزلوا كلهم مع بعض وهناك بيشوفوا سيده شكل ايديها وجسمها مخيف لكن وشها ما بيكونش ظاهر وده لانه متغطي واول ما نيل بيشوفها بيقول لها ان زوجته توفت السنه اللي فاتت ومحتاج يتكلم معاها لكنها بتتجاهله وبتبدا تقرب من لاريس. الا اول ما بتطلب منها تبعد بتسمع الكلام فبتفهم ان هي الوحيده اللي بتسمع كلامها وعلى علشان كده بتأمرها تقعد على الكرسي وبتخلي نيل يكتفها بعد ما بيديها خاتم زوجته اللي محتاج يتكلم معاها وبعد ما بتاكل الخاتم ده بيتفاجئ ان والدته هي اللي ظهرت له وما بيكونش حابب يتكلم معاها لانها انهت حياتها وهو طفل وتسببت في انه يعاني طول حياته ولما بيسألها ليه عملت كده بتقول له وهي منهاره انها ما كانتش تقصد لكن مره واحده بتبدأ تتكلم بشكل مخيف وبتقول له انها انهت حياتها لانها ما كانتش عايزه تكون ام وبتفك نفسها في الوقت ده وبتبدأ تهاجمه لحد ما لارس بتحط قطعة القماش على وشها مرة تانية فبترجع بجهيد لطبيعتها وبترجع الخاتم اللي أكلته مرة تانية ولما لارس بتأمرها ترجع لمكانها في الأوضة مرة تانية بتنفذ كلامها من غير أي اعتراض ولما لارس بتخرج مع كاتي ونيل للحانة من برة نيل بيعتذر منهم وبيقول لهم إن الخاتم كان ملك لوالدته قبل ما يكون ملك لزوجته وعلشان كده ده كله حصل وبيقترح إنه يجيب حاجة ملك لمراته ويجربه مرة تانية لكنهم بيرفضوا علشان كده بيديلهم باقي الفلوس اللي اتفقوا عليها وبيطلب من لاريس تتصل عليه لو حبت تغير رايها وبالليل بتفتح لاريس الفيديو اللي والدها مسجله وبيكون قايل فيه ان ايا كان الشخص اللي هيمتلك الحانه فهيكون مسؤول عن بجهيد ومهمته انه يمنعها من انها تخرج بره وانه لو حاول يهرب هترجعه بالهبات اللي بتملكها واغلب الوقت هتحاول تسيطر عليه علشان يحررها لكن ما ينفعش يعمل كده وبيكون قايل برضو انها بتسمح للاشخاص يتكلموا مع الموتى لكن لمده دقيقتين بس وبعدها بتكون هي المتحكمه في كل حاجه بتحذر من ان كل الشخص ما استخدمها علشان يتكلم مع الموتى كل ما قوتها زادت وبقت تشكل خطر اكبر وفي الوقت ده بتقرر كاتي تاخد لارس وتمشي لكنها بترفض وبتقترح انهم يخلوا لارس يجرب مره تانية مقابل مبلغ كبير عن طريقه هي هتقدر تفتح الاستوديو اللي بتحلم بيه وكمان هتدرس في الجامعه اللي بتتمناها وعلى الرغم من انها بتكون رافضه الا انها في النهايه بتضطر توافق علشان ما تزعلهاش والتاني يوم لما بتروح تحط قطعه حديد ورا باب القابو في صوره من اللي متعلقين هناك ولما بتمسك الصوره بتلاقي عليها اسم راوتر وبتلاقي المحامي هو كمان في الصوره ولما بتعمل سيرش عن راوتر بتعرف انه كان مالك للحانه قبل والد لاريس وانهى حياته بعد ما عيلته اتدمرت وفي الوقت الحالي كاتب يتهيأ لها ان الشخص ده موجود معاها في المكان وعلشان كده بتترعب وبتكون لاريس في الوقت ده بتتكلم مع نيل اللي بيقول لها انه بعد وفاه زوجته كان بيروح لمكان مخصص لمشاركه الاحزان وهناك اتعرف على الشخص اللي دله على والدها ولما بيقول لها لو كانت عارفه من البدايه بخصوص بجهيد بتنفي في كلامه وبتقول انها ما كانتش تعرف حتى والدها ساكن فين ولما بيعرض عليها تاخد اي مبلغ هي عايزاه مقابل انه يدخل للقبو مره تانية ويجرب يتكلم مع ساره زوجته علشان يودعها بتوافق وبتقول ان دي اخر مره واول ما بيروحوا لهناك وبيدي البجهيد السلسله بتاعت زوجته بتظهر له ولما بتعرف انها توفت بتنهار وفي الوقت ده نيل بيقول لها انه كان عارف انها كانت على علاقه بشخص تاني وانها كانت ناويه تنفصل عنه علشان الشخص ده وبيطلب منها تعرفه مين هو لكنها بترفض وبتقول بتقول ان ده بقى ماضي ومفيش داعي يدور فيه وبتخلص الدقيقتين وقتها وبجهيد هي اللي بتتحكم وبتقول له انه ما كانش في حد تاني في حياتها لكنها كانت بتكرهه وما كانتش متحمله تقضي عمرها كله معاه ولما بتحاول لارس في الوقت ده تحط قطعه القماش على وشها بتختفي من مكانها ولما بتشوفها قاعده في زاويه الحيطه بتروح وراها وبتشوف لاول مره وشها الحقيقي اللي بيكون شكله مخيف جدا ولما بتلبسها قطعه القماش بتقول لها قبل ما تدخل للمكان الخاص بيها انها مش فاهمه حاجه وان هما الاتنين محبوسين زي بعض ولما بتخرج لارس من هناك معني البيت لومه لانه كذب عليها بخصوص انه هيودع زوجته وبتطلب منه يمشي ولما بتقعد لوحدها والدها بيظهر لها وبتشوف ذكرى ليه في الوقت ده وهو بيحضر روح والدتها المتوفيه على بجهيد وبيلومها لانها تخلت عنهم ووقتها الدقيقتين خلصوا وبجهيد ولعت فيه وبالليل بتصحى على صوت حد بينادي عليها ولما بتدخل لاوضه كاتي ما بتلاقيهاش موجوده وبتسمع صوت من القبو ولما بتدخل هناك والدها بيظهر لها وبيقول لها انها ما ينفعش تكون هنا لان بجهيد بتحس بخوفها وفجاه بيتحول لبجهيد وبتحاول تخنقها وبتصحى لارس في الوقت ده في اوضتها وهي بتتخنق بسبب سلسله مفتاح القابو اللي لابساها في رقبتها وما بتكونش عارفه تفكها لكن كاتي بتلحقها على اخر لحظه ولما بيروحوا مع بعض البيت المحامي علشان يفهموا اللي بيحصل ما بيلاقوش اي حد في عنوان البيت اللي اداه لارس ولما بتعرض كاتي على لاريس انهم ياخدوا الفلوس من نيل ويمشوا لان كلام والدها طلع صح وبجهيد بتحاول تتحكم فيها عن طريق الاحلام بترفض وبتقول لها انها محتاجه تجمع فلوس اكتر لانها زهقت من انها ما بقتش عارفه تحقق اي حاجه من احلامها وبيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما كاتي بتسيبها وبتمشي وبترجع لارس للبيت في الوقت ده وهناك بتدخل للقبو وبتدي البجهيد ساعه والدها وبتقول لها انها محتاجه تتكلم معاه وفعلا بيظهر لها بعد ما بجهيد بتاكل الساعه بتاعته وبيقول لها انه ما كانش ينفع تكون هنا وبيعترف لها انه لما قرر يسيب الحانه بدات تتحكم فيه عن طريق الاحلام وتسببت في وفاه والدتها وبيقول لها انها ما ينفعش تسيب الحانه والحل الوحيد علشان تمنع اي خطر ممكن يحصل هو انها ما تستخدمهاش وفي الوقت ده الدقيقتين بيخلصوا وبتبدا بجهيد تتحكم وبتقول لها انه بيكرهها وعمره ما حبها وعلشان كده ولا مره اتصل عليها وطلب منها يتقابلوا وانها بتكون عارفه ان هي المتحكمه بتحط قطعه القماش على وشها وبتسكتها قبل ما الوضع يخرج عن السيطره وفي نفس الوقت ده بنشوف كاتي وهي بتبعت لها مسج بانها راحت لبيت راوتر الملك القديم للحانه وهناك لقت حاجات ممكن تساعدهم في انهم يوقفوا اللي بيحصل ولما بتوصل وبتدور عليها ما بتلاقيهاش موجوده وعلشان كده بتنزل للقابو. وهناك بتشوف ساعه والدها ولما بتميل علشان تاخدها باجهيد بتظهر من وراها ولما بتحاول تهرب حاجات راوتر بتقع منها وبجهيد بتاكل حاجه منهم وبتستدعي روحه ولما كاتب تسأله ازاي يوقفها بيقول لها انه ما فيش اي حلول وان اي حد اسمه بيتكتب على عقد الملكيه بيصاب بلعنتها ولو حاول يتهرب من حراسه المكان هيمرض ونهايته هتكون الوفاه وبيعرفها ان الناس زمان لما عرفوا انها بتعرف تستحضر الموتى حاولوا يستخدموا قوتها في السر ولما رفضت حرقوها لكنها رجعت للحياه مره تانية وبدات تنتقم منهم ونشرت الطاعون والامراض في قريتهم وعلشان كده عملوا طقوس شريره وحبسوها في القبو لكن بعد كده في حد فتح المكان المحبوسه فيه علشان يستخدم قوتها وفي الوقت ده الدقيقتين بيخلصوا وبيتقفل الباب عليها وتاني يوم لارس اللي بتكون فاقده وعيها بتفوق ولما بتمسك تليفونها بتلاقي رساله منها بتطلب فيها تنقذها من القبو فبتنزل لها بسرعه وهناك بتسمع صوتها خارج من المكان الخاص بجهيد وعلى الرغم من ان والدها حذرها في الفيديو من انها ما ينفعش تدخل لهناك الا انها بتدخل واول ما بتشوف كاتي وبتاخدها علشان تخرج بتشوف كاتي متوفيه ومرميه على الارض فبتفهم ان التانيه بجهيد وعلشان كده بتهددها بانها هتنتقم منها وهتخلص عليها لكنها بتضحك على كلامها وبتقول لها ان والدها هو كمان قال كده وبتبدا ترجع لشكلها الحقيقي وتطاردها لكنها بتقدر تهرب منها وبتخرج من المكان بمساعده نيل اللي بينقذها على اخر لحظه ولما بيشوفها منهاره بيديها فيها مهدئ من معاه وبيطلب منها ترتاح لكنها لما بتفوق بالليل بتسمع صوته في القبو ولما بتروح لهناك بتلاقيه بيتفق مع بجهيد على انه هيكون حارس الحانة ويحررها مقابل انها تسمح له يشوف ساره زوجته في اي وقت وفعلا بتوافق وبتظهر له ساره اللي بتلومه وقتها لانه في اليوم اللي توفت فيه حط منوم في العصير من غير ما تعرف وتسبب في انها تعمل حادثه وتتوفى هي وطفلها وبيكون رده عليها بانه كان خايف من انها تتخلى عنه زي والدتها وفي الوقت ده الدقيقتين بيخلصوا وبجهيد بتطلب منه يخلص على لاريس علشان تنفذ له كل طلباته، لانها سمعت كلامهم مع بعض ولانه ما بيكونش قدامه حل تاني بيوافق، وبيروح يطاردها وبينجح في النهايه انه يوقعها من فوق المبنى ويخلص عليها، ولما بياخد تليفونها وبيخلي بجهيد تاكله علشان تستدعي روحها ويخليها توقع على بيع الحانه ليه علشان يكون هو السيد بتاعها، بتعمل كده فعلا لكنها بعد كده بتضحك عليه وبتقول له انها مش مجبرة تعمل كده، وبتخلص عليه وبتخرج من القابو بعد ما بتحرقه، وبكده بتكون بجهيد في النهاية وخرجت للعالم الخارجي وبكده بينتهي فيلمنا النهارده ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رايك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم